مساء الخير لجميع متابعينا في الأردن. نهار اليوم صارت أجواء صيفية اعتيادية خلال ساعات النهار. انخفضت درجات الحرارة مقارنة بدرجات الحرارة المسجلة يوم أمس. خلال ساعات الليل يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة ليسوء الطقس مائل للبرودة، يستدعي اللبس معطف خفيف خاصة خلال ساعات ما بعد منتصف الليل. توقعات جوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة تسود أجواء مائلة للبرودة مع طقس صافي، 16 درجة مئوية كحرارة مقاسة، المحسوسة 16 درجة مئوية أيضا، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم غد نبدأها بالمنطقة الشمالية. يسود طقس صيفي معتدل في عموم المناطق، عجلون 25 إلى 15 درجة مئوية، إربد 26 إلى 15، جرش 27 إلى 16، والمفرق 28 إلى 14. نذهب للمنطقة الوسطى، نبدأ بالبحر الميت 33 إلى 24 مع تفرق لبعض الغيوم، مأدبة 26 إلى 15، البلقاء 26 إلى 16، عمان 26 إلى 15، والزرقاء 29 إلى 16 درجة مئوية مع تفرق لبعض الغيوم. نذهب للكرك الآن مع طقس صافي 26 إلى 15، نفس الحرارة تقريبا والأجواء في الطفيلة. الشوبك 24 إلى 15، معان 33 إلى 20، والعقبة 37 إلى 25 درجة مئوية. نختم جولتنا بالمنطقة الشرقية، الأزرق طقس صافي 33 إلى 26، الصفاوي 32 إلى 16، والرويشد 35 إلى 19 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.